السلام عليكم. الحقيقة النهاردة هتكلم عن بحث رؤية العالم العربي لمنظمة اليونسكو، وعنواننا ده فيه ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول خاص بالأساسي منظمة اليونسكو اللي هو هدف البحث أصلا. منظمة اليونسكو منظمة زي ما كنا نعرف تابعة للأمم المتحدة. التسمية والتبعية للأمم المتحدة كانت سنة 45، لكن الحقيقة المنظمة هي أقدم من كده بكتير، لأنه الكلام بدأ منظمة اليونسكو المنظمة ثقافية ترعى الشؤون الثقافية في العالم بعد مؤتمر باريس اللي تم سنة 19، تحديدا سنة 21 في سبتمبر 21 كان بدأ يبقى فيه كلام عن هذه النوعية من المنظمات اللي بتهتم بالبحث عن المشترك العام في الثقافة الإنسانية. على أي الأحوال إحنا بنتكلم عن رؤية، يعني الصورة الذهنية التي تتكون في أو التي تكونت في المجتمع الثقافي العربي عبر 100 سنة حول منظمة بهذه الأهمية وهذه الخطورة. مش عايز أقول ترعى شأن الثقافي العالمي قد ما أحب أقول إنها تنظم أو تعمل على التعاون بين دول بينها وبين بعض وبين الدول والمنظمة إلى حد ما. يهمني أؤكد في البداية أيضا أنه أنا لست معنيا بوجهة نظر المنظمة عن نفسها، ولست معنيا بأحكام القيمة التي تصدر من بعض البشر عن المنظمة، حتى لو ورد منها بعض حتى لو ورد من بعض هذه الأحكام داخل المنظمة. في سبيلي إلى التعاطي مع هذه الفكرة ذهبت إلى باحثين في علوم الاقتصاد، منهم على سبيل المثال الفرنساوي فيليب بورنو، وفي باحث انجليزي في المنطقه دي برضو في الاقتصاد، اقتصاد الشركات والمنظمات، اسمه اندرو ستيفن اندرو. الاثنين كانوا بيتكلموا عن كيفيه عمل الشركات والمؤسسات حينما توضع في مجتمع، وشبكه العلاقات الاجتماعيه اللي بتنظمها هذه الشركات وهذه المنظمات في المجتمع. طبعا هم تعاطوا مع الفكره دي على اساس اقتصادي، لان هم بيتكلموا على الشركات والمؤسسات الاقتصاديه الى حد كبير. احنا ممكن يعني بتطوير هذه الفكره بعض الشيء وجدت انه وضع منظمه، خاصه لما تبقى منظمه امميه أو شركة لها أبعاد ثقافية، مؤسسة لها أبعاد ثقافية أو شركة متعددة الجنسيات، وضعها في المجتمع العالمي كما وكأننا بنخلق علامة، بالمنطق بالمفهوم السيموتيقي بنخلق علامة ونزرعها في المجتمع، تعطي إشارات وشفرات ورسائل إلى كل المتعاطين معها على المستوى الدولي، رسائل مختلفة، منها ما هو سياسي، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو ثقافي، خاصة في حال منظمة زي منظمة اليونسكو التي أصبحت علامة ثقافية في العالم. نشأة منظمة اليونسكو بداية من سنة 21 بالتسميات المختلفة اللي استمرت بيها حتى 45 و46 لما تسمت اليونسكو بتبعيتها للأمم المتحدة، وتم وضع دستور اليونسكو المعروف بالشراكة الثقافية والبحث عن مشترك ثقافي إلى آخره. هذه النشأة تمت في أجواء سياسية وأجواء ملتبسة على المستوى العالمي. ما ننساش أن تم بعد الحرب الأولى اللي انتهت سنة 1918، وعلى خلفية هذه الحرب وبمفاهيم هذه الحرب ومحاولة الهروب من هذه الحرب، سنة 21 في سبتمبر 21 لما بدأت الدعوة لمثل هذه المنظمات التي تبحث عن مشترك ثقافي عام، وتم تطويرها عقب الحرب الثانية، قبلها وأثناءها وبعدها تطوير الفكرة. يهمني جدا في بالمناسبة دي ان اؤكد انه كتاب من اهم كتب الثقافة العربية المصرية والعربية اللي هو كتاب مستقبل الثقافة في مصر لأستاذنا طه حسين عليه رحمة الله، تم على خلفية أحد هذه الاجتماعات. إحنا نعرف إنه طه حسين عمل كتاب بعد 36، بعد اتفاقية معاهدة 36
الكتاب عمله سنة 38 باعتباره تقرير بيقدمه للمؤسسة المصرية بعد الزيارة في أحد المؤتمرات في باريس من هذه المؤتمرات والمناقشات اللي تمت. راجع الراجل بيشير إلى بيقدم التقرير للمسؤولين، لكنه اختار أنه التقرير بدل ما يبقى للمسؤول يبقى للمجتمع الثقافي المصري والعربي بشكل عام. المهم الإشارة هنا إلى أنه البعد السياسي اللي هيمن على المنظمة في أثناء تأسيسها وفي رحلتها الطويلة، خاصة مع حرب عالمية أولى وحرب عالمية تانية واضطراب سياسي في العالم بشكل رهيب وحركات تحرر من الاستعمار إلى آخره، أدت إلى أن نظرة العالم العربي دي المنظمة تتسم بشيء من الإزدواج بين المنظمة التي تبحث عن المشترك السياسي والتي يجب أن نتعاون معها لأنها بتقدم خدمات ولأنها بتعمل على تسهيل وتيسير حالات التعاون بين الدول وأنها بتقدم خبراتها في مجال مواجهة التصحر والتعمير إلى آخره، يعني كل الأنشطة اللي بتقدمها المنظمة. في نفس الوقت هي منظمة أسسها المجتمع الأوروبي أو الدول الأوروبية، المؤسسة الأوروبية، النظام العالمي اللي علاقته بالعالم العربي مش ولا بد طول القرن العشرين، إنه هذا النظام اللي معظم أقطابه استعمرت العالم العربي لحد فترات لحد سبعينات القرن العشرين مثلا. ونظرتنا التعاطي بيننا وبين الغرب فيه شيء من الخشونة والحرب لأنه في كتير من الدول من دول العالم العربي والعالم الثالث تم استعمارها من دول العالم الأول الذي قام على تأسيس منظمة اليونسكو. المهم أنه هذا الازدواج أصاب النخبة العربية والمصرية بطبيعة الحال في تعاملها مع المنظمة دي، وبدأ التعامل مع هذه مع منظمة اليونسكو على أبعاد أيديولوجية. في من النخبة العربية أو منتسبي التيار الإسلامي السياسي أحياناً اللي تعاملوا مع المنظمة باعتبارها تعمل على إحباط ما سماه سيد قطب مثلاً الحقد المقدس، إحباط الحقد المقدس. في غيره قال إن اليونسكو والماسونية من أخبث المنظمات العالمية، يعني جمع بين اليونسكو والماسونية في سياق واحد وتم هذا الاتهام الحقيقة القاسي على منظمة زي اليونسكو إلى حد كبير. يهمني أكد مرة ثانية أنه أنا مش مهمتي في هذه الدراسة أنا دافع عن اليونسكو ولا هاجمها، ده مش موضوعي، ولا مهمتي حتى أن هاجم اللي بيهاجمها ولا دافع عنهم. نفس إحنا بنحاول نرصد الحكاية ونشوف إيه ما تم في نظرتنا مع منظمة زي دي وإيه أثار هذه النظرة. هذه الأيمنة السياسية اضطرت واحد زي طه حسين عليه رحمة الله انه في احد الاجتماعات في باريس يقول انه بيؤمنش بالخرافات وعشان كده بيقول انا عارف انه هيبقى صعب ان اقول لكم بلاش نتكلم في السياسة. وطبعا هو بيؤكد انه ده انه عدم الكلام في السياسة في اليونسكو من الخرافات. ليه؟ لانه شايف انه دي كلها وفود مرسلة من دولها وبتعبر عن مواقف سياسية بشكل او باخر حتى اثناء تعاطيها مع قضايا هي بالأساس قضايا ثقافية أو تعليمية أو تربوية إلى حد ما. المهم أنه هذا الازدواج فضل مستمر إلى فترة طويلة. ويهمني جدا أن أنا أنبه إلى موقف أنا في رأيي أنه المجتمع الثقافي العربي خسر كتير حينما لم ينتبه إليه. الكلام ده كان مع بداية القرن الواحد وعشرين لما حركة طلبان فجرت مجموعة من تماثيل بوزة وهي تماثيل رائعة على المستوى الثقافي ومهمة جدا على المستوى الثقافي والأسري. طبعا الحركة المتطرفة فجرتها بوصفها أصنام وأوسان إلى آخره. يعني في رأيي أن المجتمع الثقافي العربي لم يتعاطى بجدية مع هذا الأمر المهم، وفي رأيي أيضاً ولو كان تعاطى مع هذا الأمر بالجدية المطلوبة ربما كنا حصلنا مجتمعنا من نظرة سلبية تم النظر إلينا على أساسها بعد السنوات دي، يعني طول العشرين سنة اللي فاتوا من القرن الواحد وعشرين، خاصة لما نعرف أنه في مجموعة من العرب المتطرفين اللي كانوا موجودين فعلاً في أفغانستان واللي شاركوا مع حركة طالبان في تفجير بعض
هذه التماثيل المهمة جدا على مستوى الحضارة والثقافة المادية الإنسانية. تهمني الإشارة في السياق ده إنه تعاطي المؤسسات الحكومية الحقيقة كان في أحيان كتيرة أنضج من الأفراد، مش من كل الأفراد، لكن في العموم المؤسسات الحكومية العربية كان تعاطيها مع قضايا اليونسكو أنضج من تعاطي الأفراد بشكل عام، لأن الأفراد اتعاملوا على خلفيات أيديولوجية، فالإسلام السياسي كان بيتعامل بتشدد زيادة في مع المؤسسة مع منظمة اليونسكو. بعض المثقفين زي تحسين وما شابه مالك بن نبي مثلا كانوا بيتعاملوا بنضج أكتر ومحاولين التعامل التعاطي الإيجابي مع المنظمة دي. أهم القضايا اللي تعاطى فيها المجتمع الثقافي العربي مع اليونسكو هي قضايا اليونسكو العامة، مبادئ العامة، التعايش، الثقافة، المشترك الثقافي العام، الاندماج إلى آخره. لكن يجب هنا اللفت إلى تصورات طرحها مالك بن نبي مثلا، المفكر العربي الكبير، لما اتكلم عن المشترك الثقافي العالمي وهو بيناقش قضية المستعمر والمستعمر والقابلية للاستعمار، وإنه هو كان شايف إن المشترك الثقافي العالمي قد يحفظ العالم من قضايا الاستعمار. في طبعا ناس ردوا على مالك بن نبي من خلفيات أيديولوجية مختلفة وشافوا إنه ده في حد ذاته استعمار، وإنه البحث عن مشترك ثقافي عام استعمار. مالك بن نبي كان يرى إنه المشترك الثقافي يحمي التنوع، لما نبحث عن مشتركاتنا عن عما نشترك فيه مع الآخرين إحنا في الأصل بنؤكد على تنوعنا في الآن ذاته. سريعا يهمني أؤكد على فكرة محاولة الالتفاف على مبادئ اليونسكو، ودي حالة قام بها البعض. الحقيقة في دول كتير بتشتغل بالطريقة دي، في ناس بتحاول مثلا في قضايا تسجيل العناصر الثقافية على اليونسكو دلوقتي بتحاول تسجل عناصر لأسباب سياسية، وإحنا كلنا عارفين ده. في ناس بتحاول تثبت انها اقدم من تاريخها الحقيقي عبر استحواذ على موتيفات ثقافيه خاصه بشعوب اخرى. في ناس بتحاول تبتلع علامات ثقافيه اخرى. انا اذكر في السياق ده انه في مؤتمر عن جحا في تركيا سنه 2013 الاتراك كانوا عاوزين يعملوا حاله انا بسميها ابتلاع العلامة، يحاولوا ابتلاع جحا لصالح نصر الدين خوجة. أنا ساعتها حتى في المؤتمر كان غضبي الأساسي إنه أنتوا ليه عايزين تقتلوا جحا؟ والحقيقة ما كانواش عايزين يقتلوا جحا بس، ده كانوا عايزين يقتلوا جحا ويقتلوا الملة مشهور الكردي اللي هو مش عايزين يجيبوا سيرته مش عارف ليه، ويقتلوا الملة نصر الدين، الملة أفندي، كل ده لصالح نصر الدين خوجة التركي. طبعا هو بيعملوا ده مش لأسباب سياسية ولا لأسباب ثقافية، لكن لأسباب اقتصادية. احنا رحنا ساعتها قالوا احنا عندنا قرية هنا كان في محافظة اسمها إسكشهير، قالوا دي قرية جحا وده دكان جحا وده شارع جحا اللي كان بيمشي في جحا إلى آخره. حتى أصدقائنا في الوفد الأردني ساعتها قالوا بسخرية إنه يعني أنتوا عايزين تعملوا سياحة واقتصاد، أوكي احنا كمان هنقول ده الشباك بتاع جحا واخوانا المصريين يدقوا مسمار وده مسمار جحا وخلاص كلنا نشتغل. طبعا كان اصدقائنا الاردنيين بيسخروا من محاوله الاستغلال الاقتصادي لتيمه جحا، اللي انا بسميها استحواذ ثقافي، حاله استحواذ ثقافي، كالتشرال اكويزيشن، عارف زي الاستحواذ على العلامه التجاريه، براند اكويزيشن في الاقتصاد، ان يعملوا انه تدخل علامه اقتصاديه براند تستحوذ على علامه اخرى وتبتلعها ابتلاع، بس هنا ابتلاع ثقافي، ابتلاع علامه بالمنطق بالمعنى السيموتيقي لصالح الاسباب اقتصاديه. هو بيحاول تسويق علامته التجاريه او علامته الثقافيه على حساب علامات اخرى لاسباب اقتصاديه عشان يكسب منها فلوس. في السياق ده يهمني اقارن احنا بنشتغل ازاي في مصر وفي العالم العربي. معلش انا اسف، احنا بنشتغل مع منظمة اليونسكو شوية يعني منطق رومانسي، انه احنا بنشتغل ثقافة، احنا عندنا ملفات كتير سجلناها في العالم العربي، الدول العربية سجلت ملفات كتير على موقع وفي منظمة اليونسكو، لكن باسباب ثقافية بيور دون اهتمام بالابعاد الاقتصادية تحديدا، على حين انه الثقافة الان اصبحت منتج بيتم تسويقه لأسباب اقتصادية.
العالم بيشتغل ثقافة عشان يعمل مردود اقتصادي. وما أغنانا احنا في المنطقة العربية وفي مصر ان احنا مش هنستحوذ على علامات ثقافية لأحد، يعني بالمنطق الاقتصادي احنا عندنا علاماتنا الثقافية، عندنا ثرائنا، عندنا تنوعنا إلى آخره. وكل هذا الثراء وهذا التنوع المطلوب فقط أن يتم التعامل دون التفاف على المنظمة الدولية زي بيعمل غيرنا. احنا هن هن هنرسخ هذه العلامات الثقافية، هنثبتها، هنعظم الاستفادة منها، سواء على المستوى السياسي وقت الحاجة أو على المستوى الاقتصادي اللي احنا طول الوقت محتاجين ليه. ودولة زي مصر فيها تلت أثار العالم على المستوى المادي، وفيها ثراء للانتاجبل الهيريتج الثقافة غير المادية بشكل لا حدود له، سواء على مستوى العادات أو التقاليد أو المعارف إلى آخره زي ما كلنا عارفين. شكرا وأسف لي العجلة، حاولت بس يعني. سلام.